طب احنا معانا يعني انا معلش يعني، انت حضرتك عايز 5 6 7 8 10 حلقات عشان المداخلات. انا عملت مداخلات اكتر منك. الاستاذه لقاء سويدان، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا حبيبي. معانا الاستاذ الكبير القامه العبقري جمال عبد الحميد والاستاذ نهاد حلمي. تحب تقولي لهم ايه يا فندم؟ حبيبتي حبيبتي مساء الخير وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه يا فندم. كل سنه وانت طيبه. لقاء معايا كانت في عالم ورق. يا ايوه من زمان. احكي لنا على عالم ورق. استاذ جمال اداني فرصه في عالم ورق. احنا كنا في الاستعراضات، كنت انا من ضمن بنات الاستعراضات يعني. وكانت معايا حنان ترك، وكنا جروب كبير كده، ناس كلها ناس لطيفه وجميله. وبعدين في يوم البطله المفروض بتاعت الحلقه اللي المفروض بنعملها ما جاتش او اتاخرت يعني. فاستاذ جمال اختارني ونادى الكوافير والماكير وقال لهم، انا كان ساعتها عندي 14 سنه اولى ثانوي، قال لهم انا عايز لقاء تنزلي عندها 30 سنه. فغيروا لي بقى شكلي وقصوا لي شعري شويه ومكياج وظبطوا لي تظبيطه، وعملت بطوله الحلقه قدام الفنانه نيلي. ودي حاجة حقيقة أنا بشكره عليها يعني، لأنها فرصة طبعا كبيرة حبيبتي. وحاجة مهمة غيرت في مسار حياتك الفنية طبعا. ناس كتير شافتني وخدت بالها مني، وإلى الآن يعني بتسأل طبعا عن فوازير عالم ورق لأنها كانت مكسرة الدنيا في الوقت ده. طبعا أستاذ جمال يعني مخرج كبير جدا، وبجد أنا مشتاقة إنه يرجع تاني للإخراج ويرجع يعمل لنا الحاجات الرائعة اللي ما تتنسيش لحد دلوقتي. ارابيسك وبنت من شبرا وحاجات كتير حبيبتي. هيرجع وهترجع ايامه الحلوه وهترجع فنونه الجميله. بس انا قبل ما نقول هيرجع امتى، في نقطه بقولها لحضرتك وللساده المشاهدين. الفرصه ممكن تيجي مره او مرتين، وغالبا هي مره. اما تكون بنت عندها 14 سنه وجاية مع فريق الاستعراض، يعني واحدة من ضمن 20-30 واحدة، بس عندك موهبة هو شايفها، يعني هو عينه شايف دي، أكيد حاطط عينه عليكي من بدري. ولما يجي حد يغيب ما يستنهوش، لا يقولوا لك تعالي. وانت دلوقتي قلت حاجة على الهوا انك بتقولي قصوا شعرك ما عيطيش، ولا ما يقصوش شعري قبلتي. ف هو مش قص شعري خالص، بس وانا عملني يعني من طفله لمضمون زي سعاد حسني يعني، في عملني شكل يعني. انا قصدي اقول لحضرتك ايه، ان ما كانش عندك انت موهبه، ما مش حكايه اي بنت كان جابها، ففي موهبه هو شافها طبعا. ما هو موهوبة. هي موهوبة. اي مخرج يقدر يشوف ويقدر موهبه اللي قدامه. لقاء موهوبه جدا. برضه عايزه عين خبيره يعني. تمام يا فندم. انت موهوبه جدا كممثله، وانا فرحان بيكي جدا، وبفرح بالاعمال اللي انت بتقدميها، وربنا يسعدك ويكرمك ويوفقك دايما يا لقاء. شكرا لحضرتك. ربنا يخلي حضرتك ونتقابل قريب. وتحياتي لنهاد المنتج الجميل المحترم. ربنا يخليك يا لقاء. كل سنه وانت طيبه. ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه. ميرسي يا فندم. شكرا. اتفضل.